الله شو اقول لك هسه راسي يفتر داخل لازم تتذكرني مثلا والله بيك مجال الامثال حجي يلا حجي وراك جائزه صراحه حجي زين فكر على كيفك وارجع لك ما اعرف تشتغل انا سايق تاكسي بيبيتك عايش الله يحفظها لا الله يرحمه توفي ابوك عايش الحمد لله خابره اذا اعطاك مثل هسه ابوك تفوز وياي اعطيني كارت اسيا بالخمسه خلي اعبي وخابره تمام ها انا شنو مثل؟ مثل غير المثل مال المي للمي ومال اللبن للبن مال شنو؟ مال المي للمي ومال اللبن للبن شنو يعني؟ هذاك كان اكو واحد يبيع لبن ايه بقريه ايه فكان يحط مي وبقد قدره مي لبن ويبيع قلاصات فطمع بالشغله قام يحط اللبن بقده مرتين مي فقام يغش بالشغله فربح اكثر دا يسافر فبالجزيره القرد باقي تشيس مالته مال الفلوس فوان صعد القرد بالسفينه فقام يشمر له درهم ويشمر درهمين بالشط فقال له مال المي للمي ومال اللبن للبن انت بالامثال ما شاء الله يعني ما شاء الله الله يعزك سلمك ابو طبره ما يطلع اسمه ما يطلع دخان بدون نار مثل هذا ما يطلع دخان بدون نار بدون نار اي شنو مثلا واحد يكذب اي ما يقول والله مو اني مثلا يقولوا له هذا المثل سامعاني هيك صح المثل هاي هيك والله اكو هيك مثل